خطأ يقع فيه الكثير من الناس في البيوت وبين الضيوف وعند جمعات الأهل والأصحاب، هذا الخطأ عند الأكل. شاهدوا هذا المقطع وانشروه، شاركوه مع أحبابكم، والله يكتب لنا وياكم الأجر. هذا الخطأ بعض الناس تجدهم يتكون عند الأكل بدون ضرورة، والنبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول أنا لا أكل متكيا، وهذا أصلا فيه ضرر مخالف لهدي النبي صلوات ربي وسلامه عليه. أما صفة جلسة النبي صلوات ربي وسلامه عليه عند الأكل راح نشرحها لكم الآن إن شاء الله. ركزوا، هكذا كان يجلس النبي صلوات ربي وسلامه عليه عندما يريد أن يأكل. كان يجلس على رجله اليسار، يفني رجل اليسار يجلس عليها وينصب رجله اليمين صلوات ربي وسلامه عليه، حتى أنه هذه الجلسة قالوا عنها الأطباء أنها مفيدة، والأهم أنها تشبعك بسرعة. وأيضا ورد عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يجلس جلسة الإقعاء اللي هكذا يضم رجلينه على بعض، شوف الأصابع أعزكم الله، كان يجلس هكذا. كان يقول أنس رأيت النبي مقعيا يأكل تمرات، فهذه الجلسات تؤجر عليها. شاركوا هذا المقطع ولا تنسون تطبقونها.